تهدف جمعية تيسير إلى مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة من الجنسين على الزواج وتكوين أسر سعيدة ومستقلة، تساهم في خدمة هذا المجتمع وتنميته نيابة عن اللجنة المنظمة. ندعوكم جميعا إلى المؤتمر العربي لزواج ذوي الإعاقة في 5 و 6 ديسمبر من خلال المنصة الافتراضية. يهدف هذا المؤتمر إلى التعرف على آخر التجارب العربية والمنهجيات النظرية والأكاديمية والتطورات التكنولوجية وبرامج التأهيل والاستثمار في المشاريع المجتمعية والثقافية لتمكينهم من بناء أسرة سعيدة ومستقرة. افتح الرابط الموجود في البريد الإلكتروني للتسجيل المرسل إليك مسبقاً، وسيوجهك إلى بوابة تسجيل دخول مستخدم المؤتمر الافتراضي. يرجى إدخال عنوان البريد الإلكتروني وكلمة المرور المقدمين لك في البريد الإلكتروني الخاص بالتسجيل. في حالة نسيان كلمة المرور الخاصة بك، يمكنك النقر فوق الزر نسيت كلمة المرور، وستتلقى بريداً إلكترونياً لإعادة كلمة المرور الخاصة بك. في حالة عدم تسجيلك بعد، برجاء الضغط على زر التسجيل الآن. صالة الاستقبال. بمجرد تسجيل الدخول سيتم توجيهك إلى الصالة الرئيسية، وستكون هذه النقطة البداية المثالية لك. يمكنك تعديل ملف التعريف الخاص بك من خلال النقر على أيقونة الملف الشخصي في الزاوية اليمنى العليا وأيقونة جرس الإشعارات بجانب أيقونة الملف الشخصي التي تعمل بمثابة إشعار لآخر إعلان عن المؤتمر الافتراضي. أثناء تكبير كل علامات التبويب، يمكنك التبديل بين القاعات بنقرة واحدة فقط على الردهة أو عن طريق النقر فوق علامات التبويب الموجودة في الجانب العلوي من لوحة القيادة دون أي متاعب أو المشي لمسافات طويلة. قاعة محاضرات. هنا في القاعة ستحضر جلسات مباشرة في شكل ندوة عبر الإنترنت. انقر فوق رمز التكبير هذا للعرض بملء الشاشة، وتأكد من ربط الصوت عن طريق الكمبيوتر بالنقر فوق رمز سماعات الرأس يمكنك النقر فوق مربع نوع الأسئلة والأجوبة عن طريق النقر فوق رمز الأسئلة والأجوبة لطرح الأسئلة المتعلقة بالجلسة المستمرة، وسيساعدك المنسق. انقر فوق زر مغادرة الويبينار لمغادرة الجلسة. جدول أعمال. ستجد جدول الأعمال حسب القاعة عند النقر فوق الزر الانضمام إلى الجلسة. سينقلك تلقائياً إلى الجلسة المباشرة، وهنا يوجد زر يمكنك إضافته إلى تقويم جوجل لتثبيته على جدولك الزمني وإعلامك بذلك. قاعة الملخصات. بالنسبة إلى قاعة الملخصات، يمكنك عرض الملخصات بالنقر فوق أيقونة PDF الموجودة على الجانب الأيمن من الشاشة، والتبديل بين الصفحات لعرض المزيد من الملخصات المقدمة عن طريق النقر فوق أيقونة الصفحة التالية. فقط اضغط على الزر X لمغادرة صفحة الملخص. مكتب المعلومات. هنا في مكتب المعلومات، اكتب أسئلتك واحصل على إجابتك في الوقت الفعلي من ممثلين عبر الإنترنت. صالة المتحدث. هذه الصالة مخصصة فقط للمتحدثين والمشرفين. صالة الشبكات. أخيراً، صالة التواصل مخصصة للدردشة الحية من خلال غرف الدردشة الجماعية والخاصة مع المشاركين الآخرين. لقد سخرت الجمعية كل إمكانياتها لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة. انضم إلينا في هذا المؤتمر الافتراضي.